بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبات وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وأصحاب السعادة السيدات والسادة، أتشرف أن أنقل لكم تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته لأعمال مجلسنا هذا بالتوفيق والنجاح، وكان حريصا على المشاركة معكم في هذه الدورة غير العادية لولا ارتباطات هامة مسبقة حالت دون ذلك وتطلعه إلى الخروج بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل الأولوية في العمل العربي المشترك. كما يشرفني أن أرحب بكم في بيتكم بيت العرب جامعة الدول العربية في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، والذي ينعقد لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها 31 في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وعلى مدى اليومين الماضيين عقدت اجتماعات لكبار المسؤولين لمناقشة كافة الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة لعرضها على القمة القادمة، وقد اجتهدت تلك الاجتماعات لبلورة الموضوعات المطروحة على الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة لتعبر في مجملها عن الأولويات العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتصب في تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد-19 في مختلف القطاعات ذات السلع، بما يمكن أيضاً من مواصلة مسيرة التنمية العربية وتنفيذ متطلبات خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي. أصحاب وصاحبات المعالي السيدات والسادة، لامست الموضوعات المطروحة أيضاً الظروف الاستثنائية لبعض الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لديها أوضاع غير مستقرة، والدول التي تواجه تحديات وصراعات مسلحة وتأثير ذلك كله، بالإضافة إلى تداعيات كوفيد-19 على مقدرات وقدرات تلك الدول المضي قدما في مسيرة التنمية. ومطروح في هذا الاجتماع أيضا بند يشكل دعما كبيرا لدولة فلسطين الشقيقة، لنؤكد ونرسخ اعتبار هذه القضية ضمن أولويات العمل العربي المشترك، ذلك فضلا عن عدد من المبادرات الهامة والتي تطلع إلى المستقبل، مثل التعاون الفضائي العربي والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي وتنمية تقنيات تسيير الأراضي لتحسين الإنتاج ومهننة العمل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بعمل المرأة وتعزيز العمل التطوعي وغيرها من القضايا الهامة والتي كما ذكرت تمثل أولوية للعمل التنموي العربي. أصحاب المعالي، في نهاية كلمتي أتمنى التوفيق والنجاح لأعمال مجلسنا هذا بما يشكل مدخلاً رئيسياً للقمة العربية القادمة، ويدعم العرب العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز المسيرة الرامية إلى تحسين حياة الإنسان العربي وضمان عيشه في أمن ووئام مجتمعي وفي إطار من العدالة الاجتماعية. واسمحوا لي في نهاية هذه الكلمة أن أرحب بزميل سعادة الدكتور مبارك الهاجري رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لأنه هذه لأول مرة يحضر معنا هذا الاجتماع، فنرحب فيه كلاتنا مع بعض. اذا تسمحوا لي، اهلا وسهلا فيكم، شكرا.